FM. الكلمة ليك. حتى مجلس الأمن يلزم تقديم يعني قرار، مشروع قرار، ويلزم ثم إجماع الدول على الأقل عندها حق الفيتو، يا تحتفظ بصوتها أو ما تستخدمش الفيتو حتى يمر القرار. لكن طبعا كما قلت لك مستبعد جدا مثل هذا القرار، لأنه حتى منطقيا لا يواكب مجلس الأمن تصرفات الدول، خاصة نحن نتحدث عن شيء دبلوماسي، يعني ليست عن حرب أو محاربة. هي أمريكا شنت حرب على العراق واحتلت سنة 2003 خارج أصلا مجلس الأمن، يعني بدون أن تعود لها المجلس الأمن، لأنه فرنسا جاك شيراك وروسيا بوتين هدد باستخدام حق الفيتو فاحتلت العراق هكذا، يعني خارج مجلس الأمن ضربة واحدة. حتى المسألة دقيقة، مسألة القانون الدولي والميثاق المتحدة والفصل السابع والفصل السادس. جوستومون، هل توجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هو حل ثاني؟ أي جمعية الأمم العامة للأمم المتحدة عادة يمشوا لها وقت المجلس الأمن تسد أبواب. لكن طبعا الجمعية العامة المتحدة ليست قراراتها ليست تنفيذية، لما قرارات اعتبارية رمزية توصيت حقوق الإنسان في جنيف، أيضا قراراته لما يدين دولة معينة لا يعني شيئا ذلك، تبقى قرارات ذات نزعة اعتبارية أخلاقية أكثر منها تنفيذية. الوحيد اللي يخول له التحرك العسكري وتنفيذ القرارات حتى بالقوة المسلحة هو مجلس الأمن، وخاصة بعد استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كاب اف ام، الكلمة ليك.